من محل حادث في منطقه الوزيريه، سيد وزير الداخليه متواجد، وايضا الاخوه المواطنين عندنا تقريبا 10 من المفقودين داخل الحرير، تقريبا اكثر من 10 نعم 10 او 13 حسب المواطنين. المهم عمليه الاطفاء يعني مستمره، المشكله انه طول الحريق لان المواد الموجوده هي مواد كحوليه ومواد قابله للاشتعال. طبعا اكيد سبب الحريق فقدان زراعات السلامه والامان، وان شاء الله متابعه شخصيه من قبل السيد الوزير، والنتائج ان شاء الله راح نعلمكم بها اولا باول باذن الله تعالى.